لا يمكن تقديم أي مقترح يتعلق بمهام القضاء إلا أن يؤخذ رأيه أو يشرك بهاي القصة. هذا النص موجود سيدي الكريم. أستاذ علي الدكتور علي خلي يشترك ويانا. مهام القضاء نعم. مهام القضاء إذا أردنا نشرع قانون يتعلق بالصحة العامة وبيه عقوبات شلون يعني واحد أحوال شخصية يتغير القوانين القضاء. خلي نشوف رأي الدكتور علي خلي نشوف رأي القانون. ماكو أي تأثير نعم. على القضاء نعم. وسوف يؤخذ رأيه في كيفية التطبيق. شو بتاخر باكر قراءة ثانية خلي استمع لرأي الدكتور علي أستاذ محمد. وإذا قراءة ثانية أنت أعرف القراءة الثانية إذان بالنقاش وفتح النقاش. أستاذ علي القراءة لا يجوز بالأصل تقديم المقترح. أستاذ محمد لا يجوز بالأصل تقديم المقترح. هذا لا يجوز بالأصل مو قراءة ولو ثانية. لا يجوز بالأصل تقديم المقترح. هكذا تقول قرارات المحكمة الاتحادية وقرارات المحكمة الاتحادية وفقا للدستور مادة 93 باتة وملزمة لجميع السلطات وعلى السلطة التشريعية هي لها الأولوية في الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية لا مخالفتها. استاذ علي دكتور علي احسم لنا هذا الجدل. نعم احسم لنا هذا الجدل. نعم هو الجدل. دكتور افهم بس دكتور باسل ينطينا شويه. نعم دكتور علي دكتور باسل اعطي دكتور باسل رجان خلي استمع للراي القانوني. احنا عندنا بقانون الاثبات طبعا يعني هم الاساتذه اثنينهم رايهم صحيح. انا برايي كلا ياخذ الموضوع من جنبه معين لان احنا عندنا الماده 105 و106 من قانون الاثبات تتحدث عن حجيه الاحكام. يعني القرارات اللي تصدر من المحكمه الاتحاديه لها حجيه لها فوقيه لها علويه وفق طبعا الماده 94 من الدستور وايضا الماده 105 و106 من قانون الاثبات. طبعا هذا رايي الصحيح. الثاني بالنسبة للأستاذ المحترم سيادة النائب إنه هو رأيه صحيح لأنه حتى لو نوقش القانون حتى لو مرر القانون فهو هذه النقاط الكثيرة اللي بي ومخالفته لقرار المحكمة الاتحادية يجعله قابل للطعن وقابل هو مخالف لقرار المحكمة الاتحادية أم غير مخالف. لو تقول لي إيه لو تقول لي لا هو مخالف. استاذ علي رجل قانون ممتاز دكتور علي هو حجية واضح جدا يمنع تقديمه اذا كان هنالك يموس دكتور باسل مهام السلطه التنفيذيه واضح جدا ما بيها تاويل. دكتور علي أقول انت تتحدث امام الراي العام. انا قلت لك راي استاذ باسل راي استاذ باسل صحيح وراي استاذ محمد صحيح كل ما لا تخليني في منطقه يا قرارات. دكتور باسل ارجوك الحق بين والباطل بين ارجوك دكتور علي دكتور علي ارجوك انا لا اقبل ان اكون في منطقه وسطى امام الناس في قضايا تمه يسود يبيض. نعم دكتور محمد على صح ودكتور باسل صح. مجلس النواب العراقي خالف قرارات المحكمه الاتحاديه في هذا المقترح لقالوا الأحوال الشخصية. نعم لا أنا برأيي هو خالف قرار المحكمة الاتحادية خلص. لا مجاملات في القانون أستاذ خلص. خالف قرار المحكمة الاتحادية و106 صريحة من حيث حجية الحكم حجية الحكم لكن هاي حجية الحكم هذه حتى لو يعني هو مجلس النواب شرع خلينا نقول عندي سؤال شرع القانون صدر القانون لكن هذا يعرضه للطعن.